السلام عليكم، معكم عن ضحية. تعرفنا في فيديوهات سابقة. تنحبوا نشكركم جميعا، الناس اللي أزرونا، الناس اللي اتصلوا بنا، الناس اللي زارونا. شكرا على تضامنكم الكبير، شكرا على مؤازرتكم للعائلة في هذا الظرف الصعب اللي كدوز منه. الشكر للجميع. نكرر الشكر عاوتاني لرجال الأمن، رجال السلطة المحلية، وصاحب الجلالة اللي التفت الأسرة برسالة مولوية. شكرا لكم على مؤازرتكم لنا في هذا المصاب الجلل. شكرا لأنكم تسنتوا النداء اللي طلبنا فيه تحكيم صوت العقل، صوت العقل اللي تنتمنوا أنه يبقى ديما. الأمور حاليا واخدة مجراها القانوني. الأسرة ممتنة للجميع. للأسف، للأسف شديد، بعض التدوينات بدأت تظهر للسطح. تدوينات فيها مزايدات، فيها أخطاء. آسفون أننا ما لقيناش واش نتأسفوا لمصابنا ولا نتأسفوا لهذه المزايدات اللي فيها رائحة تصفية حسابات ولا ما عرفتش. مدونين كتبوا أن القضية فيها إن غير محترمين لحرمة ميت ولا جرح لم يندمل بعد، وما تنظنش أن الزمن كفيل أنه يندمل. يجي شي حد، احترمونا الإخوان الله يجازيكم بخير، يجي شي حد يكتب لنا أن القضية فيها إن. اللي عنده شي إن سيدنا، اللي عنده شي ما يفيد يتفضل، يتفضل مشكورا يقول لنا هاد إن شنا هي. إن كل ما تنحاول أننا نتجاوزو مسألة تطلع لنا شي تدوينة من شي بلاصة، من شي موقع، من شي. ديما تنقولوا ان شكرا لوسائل الاعلام، الشباب ديال المواقع الاخباريه اللي ازرونا في طول هذه المده، الشكر لهم جزيل. داروا الواجب ديالهم على اكمل وجه. حبذا ان اللي مازال تيستعمل وسائل التواصل الاجتماعي انه يستعملها بطريقه ايجابيه، ماشي طريقه مثيره للشكوك، مثيره للريبه، مثيره لمجموعه التساؤلات اللي تدخل عاوتاني الاسره والناس اللي تضمنوا مع الأسرة في تساؤلات نحن في غنى عنها الآن. تنحاولوا نتجاوزوا ونشوفوا، تنشوفوا في قاع الأطفال، تنمشيوا في الشارع تنشوف شي طفل بوحدو تيبان ليا عدنان واحد آخر. مجموعة من المسائل ممكن تدار، ماشي ساعة إثارة هذا النوع ديال المشاكل ديال الشكوك حول ما صار. أرى ولا كاين شي مفيد ما نقضيه. حسبي الله ونعم الوكيل. هاد الناس دعيناهم الله ولا إله إلا الله. ماشي سلوكاتنا هادو، ماشي تصرفاتنا. التأزر مزيان، كل شيء داز مزيان، إنما بعض الأصوات النشاز الله يهديهم. كاين واحد المدون بالاسم يثير مجموعة من الأسئلة اللي ماشي ساعتها حجيب، ما عرفت محمد حجيب ولا ما عرفتش داك الشيء. تنطلبوا منه انه اذا عنده شي حاجه مفيده في هذه القضيه ديال ان اللي تكررها مرارا وتكرارا في اكثر من منصه يتفضل مشكورا وياتينا بهاد ان. ما عرفناش اصلا شكون وتيحاول انه يدوب اسم العائله. ما عرفناش واش معنا هنا ولا ما معناش ولا فين. وكنتمنى ان هذه الرساله توصل، كنتمنى ان هذه الرساله توصل. شكرا لكم جميعا، كنكرر الشكر الجزيل للجميع. ما نقدرش نذكر الجميع، ما نقدر ننسى ولم أتناسى ننسى شي حد. تنكرر لكم الشكر والسلام. شكرا لكم، سلام. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.